السلام عليكم ورحمة الله. الزفلون، منذ أن غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس التراب الجزائري، بدأت تطلع علينا أخبار نسبت إلى شبكة إعلامية فلسطينية هي الشفاء، شبكة فلسطين للأنباء، تروج لأخبار أقل ما يقال عنها أنها خطيرة من جهة ومدهشة. إذا كان الخبر الأول اللي كان يقول أنه شرشبون، يعني الرئيس المعين أو من يدعي أنه رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، قد كلف محمود عباس بدور الوساطة بين الجزائر وإسرائيل لتطبيع العلاقات بين البلدين كما هو عليه الحال مع عدة دول العربية. صدقنا، وحتى يعني التصديق بقى نسبي، يعني في الشيء اللي قلته في تسجيل سابق قلت فيه احتمالات، ودائما بنادم يتعامل مع هذه الأنباء هذه بحذر. ما مرت 24 ساعة وإذا بلا 48 ساعة وإذا بنفس الوكالة هذه، بنفس الشبكة هذه، يجينا خبر يقول عاجل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفنتالي بنيت يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. هنا ولات شويه مارقة الحاله. وشكون يروج لهذا الخبر هذايا؟ شوفوا مليح، ايدي كوهين. هذا ايدي كوهين كان جرى مع حوار الصحفي انور مالك، وكشفوا وقال هو اعترف بعظمة لسانه انه يشتغل المخابرات الإسرائيلية، يعني الموساد. وكنت علقت على هذاك الحوار وقلت انه هذا غبي، هذا ايدي كوهين غبي، ووسائل الإعلام العربية وعلى رأسهم قناة الجزيرة فتحين له أبوابهم وأبواب المواطنين العرب يدخلوا فيه إلى منازل المواطنين العرب باش يجي يسمهم بالسموم ديالو، لانه هذا ايدي كوهين ما عنده لا خبر لا عمار بوزوار، عنده غير السم سيدنا توكس كيفي. الور لما نقرا خبر كيما هذا ويروج له واحد يقول له ايدي كوهين واش دير، تنقلو كذب غالون وقال هاولي كما بعثوا لي بزاف ناس. شوف 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 حبس، روح شوف هذه وكاله الانباء، هذه شبكه فلسطين الانباء، اسكو صح حطت هذا الخبر؟ ايوا نمشي ونشوفوا هاد الشبكه واش تقول. نشوفوا في الفتحه تاعها اخر الاخبار كذا، تقول لك انتهاء مرحله الدعايه الانتخابيه بالانتخابات المحليه منتصف الليل، مستوطنون يشوهون جداريه الحريه في الشيخ جراح، الاحتلال يعقد جلسة محاكمة جديدة للأسيرة فدوى حمادة. مش تزيد بون، حاطين هذيك على القائد محمد دحلان، هذا مخلينه في كل الصفحات ديالهم، ما توجد حتى شيء. ومن بعد لتحت هذيك معلومات أخبار حول كل شيء، توجد كل شيء إلا علاقة بزيارة محمود عباس للجزائر، ولا أثر لها ولا كلمة واحدة عن الجزائر. نزيدو نمشي ونشوفو في الباب المخصص لأهم الأخبار. أهم الأخبار واش توجد فيها؟ أهم الأخبار توجد فيها الدفاع المدني يتعامل مع 147 مهمة في أسبوع، إصابة شاب بجريمة طعن في الرملة، الاحتلال يعتقل 5 شبان من العيساوية بالقدس المحتلة، قرار بعزل عائدين غير المطعمين لإسرائيل لمدة 7 أيام،
هرتسوغ يلتقي نظيره القبرصي، يعني يعطيك خبر إسرائيلي قبرصي ولا كلمة على زياد محمود عباس الجزائر. زيد شوفها حتى لتحت ما توجدش ريحة خبر تحرير 78 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة بغزة. يعني عندك ما شاء الله من الأخبار، ما كان لا خبر على زيارة محمود عباس الجزائر ولا خبر هذا على مكالمة بين تبون والوزير الأول الإسرائيلي، ما كانش. زيدوا نروحوا نشوفوا الأخبار عربي ودولي، عربي ودولي، واش نصيبوا فيها في هذه شبكة فلسطين الأنباء الشفاء؟ ما توجدش خلاص الخبر هذا اللي يتكلموا عليه في هذا إيدي كوهين. عربي دولي، وزير تونسي يشيد بخطاب الإمارات المتسم بالوسطية وقبول الآخر والتعايش. يعني هنا يروج لإمام بسيط وزير تونسي، يكفي أنه يروج للتطبيع يحطوه، هذا يروج للتطبيع السيد هذا. محمد بن راشد ومحمود بن زيد والحكام وأولياء العهود يشهدون إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة 50 درهم بمناسبة اليوم الوطني. عند كل الأخبار على دول الخليج وعلى دول الأخر. طيب لما شوفوا هذا بوابة هذا الموقع الفلسطيني تاع الأنباء، لازم تسألوا قولوا واش يكون هذا الموقع، منين، شكون راه يدير فيه، هل هذا موقع متصهين؟ لا، هذا موقع يتكلم عن المقاومة الفلسطينية، يتكلم عن أخبار فلسطينية. ونروحوا باش نتأكدوا منه، باش نعرفوا هذا الموقع شكون فيه، نروحوا ساعات نروح من نحن، نروح نشوفوا من نحن. ها يا سيدي، ها يقول لك من نحن. شبكة فلسطين للأنباء الشفاء، شبكة أنباء فلسطينية وعربية تنقل الحدث كما حدث في فلسطين وفي الأردن ولبنان ومصر ويعطي لكل دول العربية. يقول شبكتنا يسطر قلمها من القدس ويكتب فيها نخبة من المفكرين والمحللين من كل أنحاء العالم في شتى الأقسام في موقع الشبكة. إذن هذه شبكة موجودة في القدس، نقرتها في القدس، تناول كل أخبار العالم العربي إلا الجزائر. ما كاش كلمة عن الجزائر، حتى لما يمشي محمود عباس ويشرفوه بزيارة دولة، يعني البلد الوحيد اللي عطاه زيارة دولة، ما كاش كلمة عليها. الجزائر ماهيش موجودة في الخارطة تاع هذا الشبكات على الأنباء الفلسطينية. ما عليه، ربي سهل عليهم أنهم يتجاهلوا الجزائر، ما بقاتش عندهم الحق. على كل حال ما بقاتش دولة جزائرية بما أنه فيها فويوات. ولكن نرجع للخبر هذا تاع التقارب الجزائري الإسرائيلي، ما نجد له حتى أثر. هذا كله دعاية إسرائيلية لزرع الشكوك، لزرع السموم. على كل حال انا جمنفو عليهم كامل بما فيهم شرشبون، ما ندافعش على شرشبون، ولكن انا ندافع عن الراي العام الجزائري. ما نحبش الراي العام الجزائري يتغلط، يجي يغلطوه، اللي غلطوه يعني ناس حسب روحهم قافزين، يكون اسرائيلي يكون صهيوني يكون عربي يكون كربي، جمنفو عليه. انا اللي يهمني الجزائر والراي العام الجزائري. وما كنقول باللي هالخبر تاع انه شرشبون كلف محمود عباس بالوساطة بين الجزائر واسرائيل، وانه هذا يا
الوزير الاسرائيلي تلقى كلمه من شرشابون، هذا كله كلام فارغ ما كاش منه، سي دانتوكس ماشي فيك نيوز، ماشي هذه اخبار مغلوطه، انما هذا تسميم تسمم، هذو يسموا في الراي العام الجزائري ويخلي يعني الراي العام الجزائري متذبذب. هل التبوني طبع ما يطبعش، العصابه طبع، شوفوا العصابه طبع ما طبعش تبقى عدوا للجزائر، داكور، تبوني طبع ولا ما يطبعش يبقى عدو للجزائر، لان الناس هذوما يسجنوا في الجزائريين، يقمعوا في الجزائريين، والناس هذوما مجرمين قتله راهم على راس الجزائر ودمروا الدوله الجزائريه. لهذا انا جبت هذا التصحيح هذايا وكشفت انه الاخبار والانباء اللي راهي تجي عن شبكه فلسطين الانباء، وشبكه فلسطين الانباء بريئه منهم، متبرئه منهم، ما عندهاش حتى علاقه بالموضوع كما شفنا، انما كما قلت جبت من باب الموضوعيه والحرص على ان الراي العام الجزائري ياخذ معلومه صحيحه اللي ما تسموش. يكفينا مشاكل باش نزيدو حنايا مشاكل واهيه، مشاكل ثنائيه زايده ما عندنا ما نديرو بها. ربي قدر الخير بلادنا، وربي بعد عليها ولاد الحرام اللي خلاو انذال وازلام سمعت يجيو يتلاعبوا بالراي العام الجزائري ويتمسخروا بالجزائر. الجزائر مفخره وليست مسخره. ربي يقدر الخير بلادنا. السلام عليكم ورحمة الله.